حرام الناس اللي عايزه اكيد هتبتدي من دلوقتي تلحق لها تذكره. انا عايز اقول لحضرتك وبرضه نوضح للساده المشاهدين ان العالم بالفعل كله هيتفرج على مصر، كله كان هيبقى قاعد في بيوته، ومصر بتنظم بطوله ولا اروع. ده اللي هيبقى المودلز، التجربه المصريه، ده مهم جدا. مصر بقت تقدم للعالم تجارب عديده وعديده في مختلف المجالات. لو اتكلمنا عن تجربه مصر في استضافتها لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27، وللأول مرة بتستضيف 32 منتخب، دي حاجة ستحسب لمصر في التاريخ وتضاف لسجل الإنجازات الخاص بالرياضة المصرية على مدار تاريخها. مش بس كده، معلش أنا ممكن أضيف لك حاجة، مصر بتعمل ده في وقت دول قافلة فيه. ما هو ده اللي أنا بقوله يا فندم، ودول مفيش ناس بتمشي في الشارع أساسا. ده تحدي، التحدي ده تحدي، يعني غير تحدي إقامة البطولة بالشكل ب 32 فريق، لا وفي وقت كمان يعني البلاد بره مش عارفة تفتح. وفي ظل هذه الجائحة مصر عندها برضو، هأكد برضو للسادة المشاهدين، عندها استضافة لعدد من بطولات العالم القادمة في هذا العام، زي ما قلنا بطولة العالم للرماية، بطولة العالم للدراجات، كأس العالم للجمباز، كأس العالم للسلاح، كأس العالم للخماسي الحديث، بطولة العالم للخماسي الحديث كمان. كل دي بطولات هتنظمها مصر خلال هذا العام. مصر بالفعل خلاص، يعني مش عايز أقول لا، مصر بقت من الدول الكبرى في تنظيم الأحداث الرياضية. مصر مش بس بقت قبلة أو جاذبة، لا مصر خلاص بقت براند عالمي. طيب قبل